لا، خلينا ننتقل للحسكة ونتجول سوا بأهم المعالم الحضارية والتراثية. سوق المأمون حكاية بترجع لعام 1930، نتعرف عليها سوا بهالتقرير. من أقدم وأعرق أسواق مدينة الحسكة، يجمع في محاله الأقمشة والعطور والبهارات والأغذية وجميع ما يقصده الأهالي. ففي هذا السوق تجد ما تطلب من كل شيء، وسمي سوق المأمون نسبة للشارع المسمى على اسمه، وهو مركز للحركة التجارية في مدينة الحسكة. يجاوره سوق الصاغة أيضاً. كاميرا الإخبارية جالت في سوق المأمون ليروي أصحاب محالها القديمة حكاية تاريخ وذكريات. سوق المأمون هو مركز الحركة التجارية بمدينة الحسكة ومجاور لسوق الصياغ أو سوق الصاغة. هو من أقدم أسواق المدينة، يضم عدة فعاليات تجارية من أحذية وألبسة وأقمشة وبائعي الجبن البلدي، جبن الغنم والسمن العربي. قديما كان القرويون يأتون من قراهم محملين بالجبن والسمن العربي وصوف الغنم، ويشترون حاجاتهم من هذا السوق من ألبسة وأقمشة وأحذية وغيرها. سنة 1900 بين 30 وال 35 كبناء من أهالي الحسكة، كل واحد عنده قطعة أرض بلش باشر يعمر السوق. السوق ما كان موحد يعني كمهنة واحدة، مثل حاليا هالصب بيع أقمشة، كان محل سبانة، محل بيع أقمشة، محل يبيعوا سمنة، محل يبيعوا عطورات. يعني ما كان سوق موحد. اتوحد السوق ما بعد الاستقلال، صارت الناس تمتهن المهنة، مثلا الأقمشة صاروا حد بعضهم، الأسبانة حد بعضهم، هيك امتهنوا. شغل كان كتير متعب، كان فيه تعب كتير، وعالم قليلة كانت، وشغلنا كله مع العرب، كان يجيبون السمنة والصوف والجبنة ينقلون على الحيوانات، وبعد ما يبيعون يشتروا لوازمة من البلد ويرجعوا، وفي منن إذا يزيد معهم مصاري يتركون عند صاحب المحل أمانة. سوريا بجميع محافظاتها حكاية عراقة وتاريخ وأصالة، تشتهر بأقدم الأسواق يقصدها الزوار من كل حدب وصوب، وستبقى هذه الحضارة منارة رغم جميع الظروف.